بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شر الله لا يؤمن والدنيا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أحفاظ الله والدنيا والمؤمنات أحفاظ الله والدنيا ولهم وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، 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 لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف يا لطيف.
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجل معلوماتك وزاد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف المخلوقات كشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجل معلوماتك وزاد كلماتك كلما ذكرت وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف المخلوقات كفجر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ونقل الله للعظيم وكلمه رسول النبي حبيب الكريم الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita niat kita doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya pertama untuk kita semuanya, semoga untuk menghadapi bulan suci Ramadan kita mohonkan kepada Allah untuk kesehatan kita, diberikan keberkahan untuk kita dan kekuatan Islam kita. Kita untuk menjalankan Ramadan mudah-mudahan satu bulan penuh kita bisa menjalankannya. Yang sakit diangkat penyakitnya dan juga yang masih ada ya kurang sehat, masih ada hal-hal lain, semoga Allah semuanya sembuhkan. Semoga niat kita dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalazina ala kulli nadi salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil على درجات وتبلغنا بالغاية من أبي الخراج والحياة وبعد الممات. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا أموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم فيك نافك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزيع وزي بغنى من شر سر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة النبي
دام إنك سميع دعاء. اللهم وانصر وتقبل صلاة ما قرأنا من القرآن العظيم، وما هلنا من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا سبحان الله وبحمده، وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة، ورحمة من مواهب فضلك النازلة، وبركة شاملة حضرة سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لأرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع مجاهدين في سبيل الله رب العالمين، والملائكة المقربين خصوصا سيدنا أحسن القادر جلاله وصوله وكل من ولد لدرجات في الجنة. ثم لأرواح جميع سادتنا سوء المحققين والعلماء العاملين والأولياء الإخوان أجمعين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين والمتأهلين المقلدين في الدين والشهداء والصالحين. ثم لأرواح جميع سيدنا عبد الله بن الصديق سيدنا عمر الفاروق سيدنا عثمان بن الرهين وسيدنا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم لأرواح الأمام خصوصا من أجل سيد الهدي جهاد وأنفسهم ونار بلدنا ووصولي وفرهم أرواح المرحومة من جسد في زيد دغار دغار بن نتنة بن بوان بوان بن بوهان بوان بن بوهان بوهر بن بهر بار بن حسن سن بن حسين سن بن بانغرام أرواح الإمام سيدنا أبي طالب بوت بن جنون وصولي وفرهم أرواح المرحوم ابن سيد بن نعمان بن بنيار أرواح المرحوم نعمان بن حجي سن سن بن إيهان وصولي وفرهم أرواح المرحوم بن عبد بن جنون وناصر أرواح المرحوم محمد بن ثم أرواح المرحوم يونس بن نادر ثم أرواح المرحوم سوسن Saya binti Semi Teokorejo, Suminarjo bin Jodi Promo, Aris bin Jodi Promo, Samina binti Jati Prama, Yudino bin Ngaidi, Ruki bin Bopeng, Romlang binti Ahmad, Haji Sarbini bin Sayirin, Haja Muhini binti Nimin, Mas'ah binti Haji Matarum, Rosid bin Dani, Dani bin Pulang, Mulyadi bin Pulang, Maksum bin Nul Hasib, Muhammad bin Ijo, Maliki bin Haji Raisan, Haji Mayani binti Pulang. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وسلم دخلهم الجنة مثواهم. اللهم انزل رحمتك والمغفرة علينا على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريء بها خصوصا آبائنا مهاتنا وأجدادنا وجدتنا نخص خصوصا من اجتمعنا هون بسببهم اجعل لهم ذلك منا إليهم. اللهم اجعل سترا له من النار، اللهم اجعل سترا له من النار، اللهم اجعل حجابا له من النار، اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبرهم افره من حفر النيران. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم سلك رضاك الزمن وزدك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا واتنا ما وعدتنا لرسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ولكم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز ستر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك
بحمد الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعزة الفاتحة وبرحمة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واختم لنا وأولادنا ومعلمنا ولمن ذا بالحقوق علينا ولمن أعصانا بدعوة من أحسان أهل الخير. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. رب ادعوا بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.